هنطلع سوا نشوف فيديو صغير عن ست مصرية أصيلة، وهنشوف الست دي كانت بتعمل ايه علشان خاطر تستفيد من كل حاجة موجودة في مصر، او من الحاجات اللي موجودة كتير في شوارع مصر، من الحاجات اللي ممكن تلاقيها كده everywhere دلوقتي وزمان. ما يعني ما فيش حاجة اتغيرت كتير، بيبقى الباسكت موجود لكن ممكن نرمي التراش جنبه عادي، يعني ما فيش مشكلة. الست دي حبت البلد دي وستيل بتحبها، وعملت مجهود غير عادي، عملت ثروة من اللي بتعمله، من حقها، ده شغل. وقصاد ده ناس كتير اشتغلوا، وقصاد ده جابت عملة صعبة للبلد، وقصاد ده خلت مصر تصدر حاجات دول كبيرة محتاجة لها. هنشوف الفيديو سوا ونرجع نشوف مين كسب معانا. اتفضلوا. يسرية رائع، زوجة سويرس ووالدة نجيب وسميح، بصراحة الست اللي بتعمله ده ست الخير فعلا، أو سيدة أعمال خيرية فعلا. مش كده وبس، شغلت ناس كتير وفتحت بيوت كتير وصدرت للصين والمخلفات اللي هي كتيرة قوي والزبالة اللي موجودة في كل حتة. يمكن ترجعنا ورا كده وتقول هي ليه القرارات اللي كانت اتخذت ان احنا نموت كل الخنازير ونقفل منطقه الزبالين و و و، كما لو ان بايدينا بنقتل كل نجاح، بايدينا بنقول للناس اللي ناجحه دي او اللي زي دي لا خليك انت على جنب بقى، احنا عايزين نفضل تحت 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 كده على طول. كل الشكر ليها، والست شغاله دلوقتي على الاعمال الخيريه على حسب ما واضح في الفيديو، يعني باسم أسرتها وباسم سويرس، وهو طبعا جوزها مات لكن هي شغالة بالاسم ده وبالفلوس اللي معاها. بجد كل الشكر ليكي، ولكل حد بيخدم البلد دي من قلبه، ولكل حد أمين في خدمته للبلد دي.